سيدنا يوسف لما علم ما جرى لأبيه من بعد فقده إياه قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي لأنه إذا شم رائحتي في القميص فإنه سيعود إليه بصره مرة ثانية. وبالفعل فعلوا هذا. ولما فصلت العير، خد بالك العير المحملة بتاعت إخوة سيدنا يوسف، لما خرجت من مصر قافلة وقادمة إلى ديارهم، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. لما خرجت من البنيان ومن العمار ووصلت إلى مكان فضاء إذ بالروائح تهب على سيدنا يعقوب فشم رائحة يوسف عن بعد. وناخد بالنا أن هذه الآية مليئة بالأمل، العلم يهتف بالعمل، اعمل تنل كل الأمل. وسيدنا يعقوب قبل كده قال لأولاده إيه؟ لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولاده اعترضوا عليه قالوا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا أعلم ما لا تعلمون وأعرف ما لا تعرفون عن طريق الوحي الإلهي وعن طريق الإلهام النبوي. فإذ بسيدنا يعقوب يشم الرائحة من بعد، ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. سيدنا يعقوب امتلأ قلبه بالأمل، مجرد أن العير خرجت من مصر شم رائحة ولده يوسف. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أنكم هتتهموني بأننا مشغول بيوسف، لكني أقول لكم وأنبئكم وأخبركم وأنا على يقين أن يوسف على قيد الحياة. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ده بيرد على أبوهم رد يعني إيه؟ رد خشن، رد سيء. هو أنت لسه بتذكر يوسف؟ لازلت تتكلم عن يوسف؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لازلت على الحال القديم الذي كنت عليه عند فقد يوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. لما جاءت البشارة من عند سيدنا يوسف وجاي اللي معاه القميص وضع القميص على وجهه فعاد إليه بصره فارتد بصيرا قال ألم أكن لكم، نفس الكلمة اللي قالها زمان سيدنا يعقوب، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. شو قلت لكم قبل كده إن يوسف على قيد الحياة؟ ألم أقل لكم قبل ذلك إني أعلم ما لا تعلمون، وأعيدها مرة ثانية، إني أعلم ما لا تعلمون. فما كان من إخوة سيدنا يوسف إلا أن قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طلبوا من أبيهم من سيدنا يعقوب أن يستغفر لهم الله، وإن ربنا يغفر لهم ما قدموه وما اقترفوه من ذنب وإثم في حق يعقوب وفي حق سيدنا يوسف عليهما الصلاة والسلام.